الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك سبحان الله يا إخوة، زرت إحدى السجون في المملكة العربية السعودية والتقيت بعنبر، هذا العنبر المحكوم عليهم بالقصاص. أسألهم وأسأل أحد هؤلاء المساجين، أقول لهم ما الذي أتى بكم؟ شو يقولون يا إخواني؟ اسمعوا، يلي تعصب وتتنرفز استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقالوا والله يا شيخ زلت شيطان وغضب. يعني إحدى القصص اللي رواها لي أحد هؤلاء المساجين، والله قصة تافهة، وكلفته أن يقام عليه، كلفته حياته أن يقام عليه حد السيف، ضرب عنقه بالسيف. فوش القصة؟ يقول وقفت عند الإشارة والتفت على واحد، قال ليش تلتفت علي؟ قال مو بعاجبك؟ قال لا، قال إذا كنت رجال لبق على جنب بس كذا. يقول نزل، يوم شفته نازل بحديدة، كان معي مسدس، يقول أطلقت عليه على صدره وكانت القاضية، مات والآن محكوم عليه بالقصاص عشان أنت رجال. قال لي خلاص أنا ماني برجال، بس لو أن تجاهل يا شيخ ما كان وصل المرحلة. خلاص وأعرض عن الجاهلية، خلاص إذن ابتعد عن هالأمور هذه التي فيها عصبية فيها نرفزة. ابتسم، والله لو ابتسمت، أو لو هذا الشاب ابتسم ولا قال له لبق على جنب، والله يروح كل ما في قلبه وكل ما في صدره. فالابتسامة ما تكلفنا شيء الكثير، ابتسم. فالأخلاق هذه لابد أن نتصف بها نحن كم